يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض كوسه بلبن او شيخ المحشي او الابلمه، لها اسماء كتير. عندي هون المكونات: لبن تقريبا كيلو ونص، انا عندي لحم، لا تقيدي انت باللحم قد ما بدك، ممكن تحطي كمية اللي بدك اياها. عندي كوسه صغيره انا حفرتها بهالشكل، ما بتكون لازم كتير محفورة رقيقة، لازم تكون شوي سميكة لأنه هاي الكوسة بعد شوي رح نقليها، رح تشوفوا كيف. وعندي هون بصلة صغيرة أنا بارشتها، عندي معلقتين نشا وفلفل وملح وبهار. هلأ رح نروح نحضر الحشوة اللي بدي أحشي فيها الكوسة ونشوف كيف رح نشتغل سوا. أنا هلأ حطيت الزيت، زيت نباتي عن النار، وراح اقلي البصله. لان بعد ما دبلت البصله انا راح اضيف اللحم اللي انا مجهزته واقليه مع البصل. نضيف شوية فلفل أسود وملح، البهارات المشكلة اللي أنا بستخدمها، واتركها لتنشف مي تمرين. اللحمة صارت عندي مستوية، أنا هلأ راح أحطها على جنب لتبرد شوي حتى اقدر احشي فيها الكوسة. رح جيب هلا حط لبين ما تبرد اللحمة، انا رح اجيب اللبن عالبارد حطيته بقلب الطنجرة، ورح احط النشا اللي عندي بالشكل هاد واخلطهم، حركهم منيح. شوية ملح، طبعا انا ما بضيف مي نهائيا. رح جهز اللبن لما تبرد اللحمة، بتحبي تحطي بيضة بالقلب اللبن، في ناس بيحطوا بيضة، انا احيانا بحط احيانا ما بحط، فيني احطها لليوم ماني حاطة بيضة. وبحركهم بشكل مستمر لحتى ما يلزقوا او يفرط اللبن. هلأ بردت اللحمة، صار فيني أنا أمسكها بإيدي، رح أرجيكم كيف رح نحشي الكوسة هيك بهالشكل باللحمة اللي أنا مجهزتها. في ناس بيحطوا رز بقلب مع اللحم لحتى إذا طلع سوائل من قلب الكوسة تمتص حبة الرز، رشة خفيفة بيحطوه مو مثل ما بنعمل المحشي. انا حطيت زيت هلا لحتى اقلي الكوسه بعد ما انتهيت من حشيها، واللبن صار هون عندي جاهز، خلصت الغلي راح سقطهم بقلب الزيت، ماني حاطه زيت كتير يعني ما يغمر للكوسة بالشكل، وبقلبهم بس شوفون شوي احمروا رح قلبهم. طبعا انا بضل عم قلبها لحتى اشوفها كيف صارت، بس لقيتها صارت بهاللون، زهرت صار لونها بهالشكل هذا. رح اخذها ارفعها هلا وحطها على مصفاية. هلا انا رح ارفعها هيك بهالشكل، حطها بالصفاي لان هلا بدي احط عليها شوية مي سخن حتى اتخلص من هدول البقايا الشغلات والزيوت الزايدة اللي طلعت معي. هلا انا بعد ما رفعتهم رح اغسلهم بس بمي سخنة، مي حار عندي سخن حتى ينزل الزيت اللي علق فيه. هرجيكم هلا كيف
شايفين كيف؟ هدول البقايا اللي ضلوا حتى ما يغيروا من لون اللبن، والزيت الإضافي اللي ضل عندي رح غسلتهم شوي. هلا هدول رح أشعل تحت اللبن أنا. هلا أنا اللبن رجعت حطيته على النار، بس هلا رح نحطه على نار خفيفة. وفقت الكوسة نزلهم بقلب اللبن بالشكل، حطه على نار خفيفة لحتى يستوي على مهلة. طبعا هلا الكوسة كتير صايرة طرية، رح تشوفوا انه التعامل معها رح يكون شوي منعومة يعني حتى ما تفتح معاكي. هالشكل هاد. وهلا بعد ما بيغلوا بدهم شي قريب الربع ساعة او اكثر شوي رح نشوف كيف رح يكون منظره. الكوسة بلبن صارت جاهزة، او الشيخ محشي او الابلمة مثل ما بيسموها كثير من الناس. انا رشيت شوية فلفل على الكوسة، بحب اكلات اللبن مع الفلفل، وعلى الرز كمان حطيت شوية فلفل. صحة وعافية، بتمنى انه يكون عجبكم طبق اليوم، وتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.